مش عارفة أحكي له ليش متأخر ولا نعملهم إنه سيربرايز، إحنا كنفوت الشف على الهواء يعني هيك، ما بعرف هذا دخول الأكابر بسموه. شو رأيكم؟ كيفك شف؟ منيح، أنت كيفك؟ أنا منيحة. شو رأيك نمسي على المشاهدين بالبداية بما أنه إحنا نهاية أسبوع هيك واليوم إحنا حابين هيك نكون كتاكيتو لذيذين بنهاية الأسبوع؟ بالضبط، إن شاء الله كمان نكون خفيفين عليكم بوصفاتنا واليوم بحلقتنا كمان، فتحياتي لكم كلكم، إن شاء الله يكون نهاركم سعيد، وأكيد إحنا معكم بحلقة جديدة من صحتين وهنا، وصفات جديدة كمان مع المتألق الشيف خميس. مثل ما شفتوا فات متأخر على الحلقة، كان في شوية أزمة عشان هيك مش عارف أصف السيارة. أنتوا عارفين الموضوع، أزمة من المطبخ لهون، عارفين الموضوع ليش أنا كنت واقف هناك. طيب كيف حالك؟ أنا منيحة، أنت شو أخبارك؟ أنا بدي أقول لكم الله يسعد مساكم جميعا متابعين ومشاهدين وكل إشي. وفانيتا أهلا وسهلا فيك، بعدتوا لي غياب من أول أسبوع ما شفت فيه شيء غير من الأحد. من يوم الأحد صح مزبوط. طيب اليوم احنا هنعمل وصفات هيك خفيفة لطيفة حلوة ومش من المطبخ العربي، عشان احنا مبارح كنا عاملين اشي عربي يعني صح، فاليوم احنا عاملين حضرتكم حضرتينا اكيد انا عارف كنت طبعا اكيد لو ما حضرتي في حدا ببعت لك يقول لك احضر. فاليوم احنا عاملين تشيكن بيكاتا بدجاج صدر الدجاج من الوطنية المسحب، وحنعمل كمان الفروت سلط بالقشطة البلدية، يا عيني، وحنعمل كمان خضرة سوتيه عشان يكون اشي جنب البطاطا. احنا متعودين دائما اي شيء بروتين لازم يكون في جنبه، لا خبز لا رز لا خضار، فواحد صح من هدول الثلاث. فاحنا اليوم عاملين خضرة سوتيه، وكمان حنعمل الايس كوفي او العصير المثلج اللي سمته عصير قهوة المثلج سمته. اوكي، فيعني ان شاء الله نقدر نخلص كل هذا الحكي. حلو صراحة شيف خميس، يعني في تنوع اليوم بالوصفات اللي عم نعملها، وعم نساوي يعني طبخة، وعم نساوي كمان العصير، عم نساوي او هو الكوفي. كثير في ناس بحبوا يعملوا الكوفي بالبيت لانه تكلفته بتكون كثير اقل، وما بده شيء، احنا دائما لما نشتريه من برا بيكون سعره كثير غالي صح. يعني الكاسه سعرها كثير غالي، فحلو انه احنا نتعلم هاي الشغلات كمان ببيوتنا. وكثير سهل على فكره، بثلاث مكونات بنقدر نعمل الايس كوفي في البيت او عصير القهوه المثلج. فتابعوا معنا اليوم، الوصفات راح تكون كتير حلوة، وراح نحكي كمان عن التركات بطرق الطبخ يعني بما يخص الخضرة السوتية دائما نضل نقول عنها، وكمان بالدجاج كيف راح نشتغل فيه. طيب يلا شوية انرجي للمتابعين، بدنا هيك طاقتكم اليوم معنا والتعليقات، وبدنا كمان شير لحلقة يوم الخميس بما انه احنا هيك نهاية اسبوع وراح نكون متألقين كتير بهالوصفات الطيبة مع الشيف خميس، فبدي منكم شير وبدي تعليقاتكم وطلباتكم ايضا للأسبوع الجاي، إذا بيجي عبالكم إشي كمان تطلبوه من شيف خميس إنه يطبقوا على الهواء. أكيد رح نكون معاكم هلأ على اللايف على عمان تي في أوفيشل على الفيسبوك، ورح نبلش بالوصفات مع شيف خميس بالوصف الأول. أيضا يلا تشيكن بيكاتا مع الخضار، عنا باكيتين صدر دجاج من الوطنية، كوبين طحين، نص كوب زيت الكرم، عنا ربع كوب زبدة، نص كوب عصير ليمون، نص كوب كمان بصل مفروم، معلقة كبيرة ثوم مفروم، عنا باكيتين مرق دجاج من زغلول، ربع كوب بقدونس مفروم، وربع كوب كزبرة ولا إيش هاي، وعنا كمان حبتين كوسة، وعنا حبتين جزر، وكوب بروكلي، وكوب بندورة كرزية. علي تعال معي، تعال هايها عارفي هاي، انا قراتها غلط، هي مو كزبره، بس انا لانه عتبك على الشاشه اللي باخر الدنيا هي كيبرز. اوكي، مخلل شيء اسمه كيبرز. يس، بحطوه بانواع من السلطات، بحطوه مع السالمون مع كريم تشيز، بستعملوا بهاي الوصفات. احكي لك عنه شوي يلا للبيبي حبيبي. هذا طيب، اول شيء هو ثمره، وفكرة نحكي عنه عشان طبعاً الناس تحكي شو الكبرز. كمان بتقدر تلاقوه المكان على فكرة بأي مود أي إشي بتقدر تلاقوه الكبرز. هو نبتة وكتير منتشر بإسبانيا وبإيطاليا وأفريقيا، وبيعملوا منه مخلل وهو اسمه الكبرز. أوكي، هيك سهل بسيط علي بالضبط، وطعمته طيبة هيك حامضة شوي. طعمته طيبة بالضبط، هو هذا النوع بضيف كتير حموضة للأكل، وزي ما تفضلت فانيتا وحكت لنا هو يستخدم كثيرا لا السموك سالمون ولا السالمون فرش،
ومع التشيز مع اذا كان سموك سالمون وذ تشيز بيكون معه كمان الكبرز. فبس بدك شيء ثاني علي؟ لا خلص اظن اعطينا المعلومات الكافيه لعلي. وتحياتنا لإلي اللي انضم معنا بالجاليري هلا. اهلا وسهلا فيك. ما تنسوا تحضروا إلي اكيد بعد حلقتنا بيكونوا كمان بحلقتهم، فاحنا بنحييك اكيد إلي. و يلا شو؟ طيب انا عندي زوره الدجاج من من الوطنيه. اللي بدي اقول لكم اياه عن هاي الوصفه، الدجاج فيها لازم يكون شوي مش شوي، لازم يكون ما يكون خميل. اوكي. وعاده ما اللي بيسووه انهم بدقوه بعد ما يطولوا الصدر، بدقوا صدر الدجاج شوي وبيخلوا انه ما يكون خمالته كتير، عشان لما لانه هو حيطبخ في المقلاي مش راح يروح على الفرن ابدا. اوكي. فهذا الاشي بيتطلب منا انه ما يكون خميل الدجاج، كان خميل بده ينحرق معنا بالقلاي وما يستوي. فهم شو بيسووه؟ بدقوه تمام. بعد ما يدقوه بس بتصير خمالته. هلا بس البس جلافز بحكي لكم صراحه انا ما دقيته. أوكي. لانه صدر الدجاج من الوطنيه الحجم تبعه او الخمالة تبعت صدر الدجاج جاي بشكل شوي مستقيم يعني، فانا بس قصيته واكتفيت انه يكون بهاي الخمالة زي ما انتم شايفين. اذا علي بحب ياخدها مش اخمل من هيك ابدا، الدجاج لازم يكون تفضل سيدي تمام هيك ها جابين فوق تمام. فانا قصيت الصدر على طوله وتركت، ما عملت ولا اشي تاني. اول اشي بدنا نعمله بدنا نحط عليه الملح. اوكي. طبعا انا مستخدم ملح الهيمالايا من دوبي هون. بدنا نتبل اول شيء الدجاج بالملح والفلفل الاسود، عندي هون الفلفل الاسود. اوكي. وبدنا نقلب الدجاج زي ما انتم شايفين بهذا الشكل. اوكي. طبعا هاي الوصفه كثير طيبه. بس هي هلا بس هيك بدك تتبل الدجاج؟ بدي اتبل الدجاج وبعدين نحطه بطحين ونبلش فيه طبخ. اوكي. اوكي. فانا هلا بعد تبلت الدجاج عندي هون المقلاي وال كمان هاي الكسرول. ولا اي نوع زيت او زيت زيتون؟ الزيت أو هون راح يكون هون. اوكي. بس بالمقلاي بالضبط راح نحط الزيت. تمام. زي ما انت شايفه هيك احنا مستخدمين زيت الكرم طبعا. اوكي. وراح نعطيهم كمان زبده. اوكي. طبعا في ناس ايش بيسووا؟ بيحشوا هاي بيحشوا الجبنه، بيحشوا الدجاج جبنه. اوكي. وانا اشتغلته بالزمانات كان نحطوا فيه جبنه، فعادي هذا شيء بتقدروا تعملوه. اوكي. بس كما يعني طريقه الطبخ تبعته راح تكون بتغلب صراحه. بالضبط. لا يعني بتغلب لست البيت. خلص اطرقها. يلا اطرقها اطرقها مش مشكله، ليه خايف؟ عادي بدها تنزل. اوكي. طيب هيك تمام. خلص تمام شوف خميس. اوكي. هلا بعد ما حطينا الزبده مع الزيت، عاده انا بستخدم دائما لما بدي اطبخ بالزبده بحط شويه زيت عشان الزبده عندي ما تنحرق. اوكي. تمام. من طول صدر الدجاج زي ما انتم شايفين هيك بنحطه بالطحين. طبعا الطحين هون هو اللي راح يخلي لي صوص اللي راح اعمله بعد هيك، كثافه الصوص ممتازه. بعد هيك بنزله بالزبده مع الزيت. تمام. تمام. شف بدنا نحيي كل عم بتابعونا. اخلاص المناصير تحياتنا لك حبيبتي القلب، بتقول كالعاده طلتكم الحلوه. وشف خميس بتقول لك كثير حبه الوصفات خصوصا الكوفي يسلموا ايديك. شكرا. ميسر بتقول لك يعطيك العافيه يا شف خميس، تحياتنا لك حبيبتي القلب يا الله ميسر. يعافيكم. ووليد العباسي بيمسي علينا كمان، تحياتنا لك يا وليد عزيزنا واخونا، وانت الفخم، احنا كثير بنحبك يا وليد. شكرا يا وليد. تحياتي اكيد لكل قاعدين عم ببعثوا لنا وبلشوا كمان يتابعوا حلقتنا. بعثوا لنا رايكم بالوصفات اللي عم نعملها اليوم، بعثوا لنا كمان اذا في عندكم اي وصفات جا بالكم تنعمل للاسبوع الجاي. هينا احنا بنهايه الاسبوع واكيد بيكون في مجال انه يتخطط لإلها. تمام. طيب يا شيف هلا زي ما انت شايفه انا عم بغطس الطحين الدجاج بالطحين بهذا الشكل وبنزله على الزيت والزبده. طبعا ما ننسى انه نتبل الدجاج شيء كثير ضروري بس بالملح والفلفل. بتحبوا تحطوا شويه بابريكا شويه توم بودره كمان بصير، ولكن هو بس ملح وفلفل. اوكي. اوكي. حط الدجاج هون كمان. انت هيك عم بتقليهم بقلايتين عشان تخلص على السريع. عشان اخلص على السريع وعشان رح اعمل الصوص بنفس القلايه. هلا بتشوفي بعد ما نطبخ الدجاج رح نعمل الصوص بنفس القلايه. تمام. اوكي. فهذا شيء كثير كثير مهم. هلا بدنا نكمل هون. طلعي صدر الدجاج مش كثير خميل. صح بالضبط. هذا شيء كثير مهم عشان بدنا نطبخه بالقلاي ما حندخله على الفرن. كمل هيك. طبعا كل المكونات اللي احنا اخذناها زي الثوم زي البصل الليمون الكبرز هذا كله راح نستخدمه للصوص، فما تقولوا الشيف شو راح يعمل فيه، ما تقلقوا معنا وقت وحتشوفوا كل شيء بالضبط شو حيصير فيه. تمام. هلا بنستمر بالدجاج زي ما انتم شايفين. ضل في وسع؟ ضل عندي.
اوكي. هلا الطحين اللي محطوط على الدجاج فانيتا رح يعطي كثافه للصوص لما نجي ننزله، حيكون حيمسك لي الصوص اوكي، حيجمده حيعطيه كثافه اوكي. هلا حط هذه هون هيك، ضايل عندي كم من قطعه بدهم يكفوا، كيف ليش ما بعرف. طب شيف خميس هو بيعطي كثافه للصوص لما تحط الصوص بالقلاي مع الدجاج، ولكن كمان شو بيعمل للدجاج؟ كيف بتصير بعطيه طبقه تبعت الدجاج؟ بعطيه طبقه تمام، بيساعد انه يكون في هيك زي الطبقه على عليه من برا، يكون مش كرانشي بس بالمقابل يعني بخلي فيه له لون حلو. اوكي تمام. طيب رح نترك الدجاج يتقلى على رواق، واحنا رح نطلع لفاصل صغير ورح نرجع معكم. مكملين معكم من بعد الفاصل، واحنا مكملين معكم كمان مع وصفة الدجاج اللي عم بعملها شيف خميس. وين وصلنا هلا شيف؟ انا عندي اول رمي للدجاج صارت جاهزه هون، بدي اسحبها احطهم بالصحن. اوكي، وعشان نختصر الوقت راح اعمل الصوص هلا هون واترك الدجاج يطبخ هناك على راحته. بصير. اوكي هلا هي الدجاج عم بصفته هون بهالشكل. وشو بدنا نعمل؟ بدنا نعمل الصوص. بدنا نعمل الصوص. احكي لنا عن الصوص شوي. طيب انا هلا زي ما حكيت الطحين اللي ترسب عندي من الدجاج جوا القلاي هو اللي راح يعمل لي كثافه الصوص، وكمان راح ارجع الدجاج جوا الصوص، فيعني راح يصير الصوص عندي يجمد وتصير اموره تمام. عندي هون الزيت مع الزبده اللي سوينا فيهم الدجاج، نحط عليهم البصل. تمام. انا هون شو راح اعمل؟ راح ازيد كميه الصوص منيح عشان ارجع اديره هناك. اوكي. واخليهم كلهم يطبخوا مع الدجاج. الصوص. أوكي. اوكي. تمام. انا عندي هلا هون البصل حطيته على الزبده مع الزيت. بس الريحه شف. شو مال الريحه؟ بتشهي. فكرك عايش بدور انا. انت دائما بدور على اشياء. لا مش دائما. دائما. هاي دائما ضايعه. بجيب تبعت التوم وبنسى هاي. اوكي منيح لقيتها. بس لقيتها. طيب. ماشي. هي مو ضايعه من عنا، هي ضايعه من شيف خميس لحاله. تردوش عليها. مش من اي شيف ثاني. وليد عباسي بقول لك شيف انه الكيبرز هو نوع من التوت. اوكي. شكرا وليد، انت دائما تعطينا معلومات كثير حلوه صراحه. وليد بتعرفي شو بتلبق له؟ ايش؟ فقرة هل تعلم؟ هل تعلم؟ صراحة يعني والله معلوماتك فظيعة. نضيفك فقرة عنا البرنامج يا وليد. طب شف في عنا شاب اسمه محمود شلودي دايما بتابعنا وبيبعث لنا تعليقات دايما. أوكي. والمسكين دايما بطلب منك طريقة حلاوة الجبن. دايما بطلب مني حلاوة الجبن. دايما بطلب طريقة حلاوة الجبن. أوكي. أنا رح يعني أقول لما أقول ابعثوا لنا وصفات يا حرام، ودايما بقول لنا بدي طريقة حلاوة الجبن محمود أو البوزة العربية. أنا آسف بس الفترة اللي جاي أنا هاي أقول لكم شغلة عن معي مع الحلويات، أنا كيف بفكر. صراحة الحلويات بتاخذ معي وقت كتير طويل، بس الأيام اللي جاي رح يكون في كتير عندي وصفات بالحلويات، مش رح أعمل معها طبيخ بس رح أجي أعمل حلويات صراحة. والله يا ريت يا شيف. لأنه بدي أعمل كل إشي على الهواء. وبنفس الوقت ما بسعفني، فبضطر انه اضلني هيك مركز شوي، بس بوعدك المرات الجاي راح تبلش تحسوا انه في وصفات بالحلويات. طيب ريت. انا هلا شو عملت؟ عم بدبل الثوم مع البصل بالزيت والزبده اللي قلينا فيهم الدجاج، لازم يتقلوا مع بعض كويس. اوكي بهالشكل لازم يصير اللون تبعهم مش محروق. وفي فرق بين المطبخ العربي والمطبخ المطابخ الاخرى، المطابخ الاخرى بتعتمد انه البصل لازم يتكرمل شوي، السكر اللي في البصل يطلع يخلي اللون تاع البصل يختلف، ولكن احنا في المطبخ العربي بنخليه شوي ياخذ لون او بنخليه يتقلى شوي زياده. تمام. هذا الفرق ما بين كمان المطبخ العربي والمطابخ الثاني. احنا بدنا البصل زي ما انتم شايفين بصل مش مطبوخ بعده، لانه اخذ الطحين اللي كان موجود جوا القلايه فبلش فبين لونه هيك، فاحنا لازم نصبر عليه شوي صغيره حتى يتقلبوا مع بعض، وناخذ النكهه المضبوطه من البصل والثوم. وبعد هيك عندي هون مرق الدجاج من زغلول حطيتهم على المي السخنه، حركتهم عشان بدي اسوي فيهم الصوص. تمام. اوكي انت استعملت اليوم المكعبات ولا استعملت مرق الدجاج الفوري؟ الفوري. اوكي انا بدي اقلب الدجاج هون.
خذ راحتك. شوف خميس بدي احكي لمحمد زكي، تحياتنا لك كمان، شكرا يا محمد زكي. وبده طريقة شاورما بالدجاج لو سمحت، هاي الطلبات عم تيجي. وتهاني البنا، الاسبوع اللي فات عملنا شاورما بالدجاج. شاورما الدجاج صح. احضر لنا حلقة، ارجع على اليوتيوب رح تلاقي الحلقات موجودة. في حلقتين بتلاقي في شاورما الدجاج مع الشيف خميس على صحتين وهنا بعمان تي في. لؤي زتاوي تحياتنا لك يا لؤي، انت اللي منور، شكرا كثير لك يا لؤي. وتحياتنا لكل قاعدين عم بحضرونا. وتهاني البنا حبيبتي القلب، تحياتنا لك. انا شوي عم بعاني مع التعليقات فبدكم تتحملوني شوي، بضلني اطلع وارجع افوت على اللايف عشان اشوف التعليقات الجديده. بدي اشوف عنا حنان عادل، تحياتنا لك يا حنان، بتقول بدها طريقه الرز البخاري. كمان في وصفة على اليوتيوب من عنا من البرنامج، أنا عملت الرز البخاري هون برمضان، فبتقدر تفوتي على عندنا على قناتنا على اليوتيوب بتقدر تلاقي الحلقة. تمام. وعنا أم محمد السيراوي، تحياتنا لك كمان، بتقول كل وصفاتك روعة شف خميس. شكرا شكرا. بتحب الوصفات كلها اللي بتعملها. وليد العباسي بحكي عمل غداء إيطالي، دجاج بارميزان وصلصة المارينارا المنزلية وجبنة البروفلون. الله عليك يا وليد، ندلع حالك يا وليد. وليد دائما مدلع حاله، بعمل وصفات بتشهي. هلا نقلب الدجاج، هدول امورهم تمام استووا بالضبط. انا بقول تقلب القلاي والطنجره هديك. هلا كلها راح اروح هون، كلهم راح اروح هنا. هلا شو بدي اعمل؟ بدي اضيف مرق الدجاج عندي هون على البصل مع الثوم. تمام. ونحركهم مع بعض بهذا الشكل. هلا الطحين زي ما حكيت لكم من شوي هو اللي راح يعمل لي كثافه الصوص، هي راح تتسبك يعني. احسنتي. هو كمان ماخذ طعمه الدجاج، كيف احنا طبخنا الدجاج وقلبناه مع الزيت والزبده، هلا كله حيطلع معي هون. اوكي. انا بدي ارجع اضيف كمان هاي الكميه لانه راح احط كل الدجاج هناك بنت واتركهم يطبخوا مع بعض. تمام. فانا بحاجه لكميه الطحين اللي موجوده على الدجاج. اللي راح نسويه هلا بالضبط، حنحط البقدونس المفروم ناعم بهذا الشكل، وكمان الكبرز اللي احنا كنا نحكي عنه انه فتره. هلا بعد ما احطهم هون مع بعض بدي اعطيهم عصير الليمون بهالشكل. طب شوف انت حاطط لي صحن عنب بالنص، ليش شو حاطط لنا؟ هلا موضوع هذا الموضوع معي طبعا. أوكي. انا عم بحاول انه ايش، خلي نظرك هون. طلع. من تحت لا من مره يعني. هاي صحن العنب تاركه هون على اساس انه على أساس إنه يعني هو تارك لي صحن العنب هون، بس هو مش شايف إنه في شوكة هون، هاي الشوكة لحتى أكل كل إشي تحت. انتم مو عارفين إيش في تحت. والله يا مروة، طبعًا دانا زوجش مش معنا اليوم، معنا مروة. مروة أنت مش عارفة إيش في هون تحت، فأنا عم بحاول ألهيها بالعنبات الموجودين هون. على أساس. لا يا مروة. يا الله. حبيتكم. استنى استنى. حبيتكم. قبل الفاصل أنا حطيت الكبرز والبقدونس في عصير الليمون مع مرق الدجاج اللي نزغلول هون، وهلأ بدي أرجع الدجاج فوق الدجاج اللي موجود هون ونحط الصوص عليهم ونتركهم يطبخوا مع بعض وياخذوا الطحين اللي موجود على الدجاج والصوص يصير عندي جاهز. أوكي. طيب يا جماعة رح نطلع لفاصل صغير، من بعدها رح نرجع معكم ونكمل حلقتنا. فاصل. رجعتنا من بعد الفاصل الثاني. علي اصبر علي شوي ورح نكمل حلقتنا. وشيف خميس وصل ل ايش بدك من شيف خميس؟ الله بدي ولع المطبخ. شيف خميس شفتوا لوين وصل؟ لا احنا وصلنا. اوكي. تمام. طيب شو هذا اللي عم نعمله؟ انا بدي احكي لك شو بدي انا حاولت ما خليكيش تحكي اصلا. لا انت تبعت انه ما خليتها تحكي. تبع، كلنا متابعين. طيب اسمع، خلص ما في لي، تفضل يلا. سامعين؟ سامعين. سامعيني؟ اوكي. طيب شوف خميس، الأسئلة اللي كانت خلال الفاصل يا جماعة، كان في سؤال انه من اخلاص اذا ممكن نطبخ الدجاج على الاير فراير لأقل زيت، بس هل تزبط مع هاي الوصفة تحديدا ولا صعب؟ لا. لوصفات ثانية يمكن. طيب
طيب بدي حطيت الزبده بعدين نزلت الخضره المسلوقه زي ما انتم شايفين البروكلي مع الكوسه والجزر تمام اوكي وكان في عندي كان في عندي بندوره الكرزيه اوكي طبعا انا هون شو عامل انا بعد ما حطيت هلا الملح والملح حطيته مع الزبده والخضره زي ما انتم شايفين على النار عم بعمل خضره سوتيه الجزر والكوسه انا سلقهم مع والبروكلي ومبردهم مي بارده عشان ضلهم عندي لطيف اوكي اوكي مي وثلج هلا حطيت عليهم الملح بدي اضيف لهم الفلفل الاسود وكمان البقدونس وبتقدر تطلعي لنا بوصفه الفروت سلطه اذا بدك للمقادير سلطة الفواكه مع القشطة عنا كوب قشطة بلدية تفاح انجاص مانجا عنب فراولة وكوبين عصير برتقال وفي كمان معاهم نكترين الله على دقتك نكترين صراحة يعني دراء طيب بدي اقول لكم شغله بس تفضل انا هون حاطط لكم الخضره زي ما انتم شفتوا سوري الفواكه زي ما انتم شفتوا وتارك لكم حريه الاختيار هاي فروت سلطه في ناس بحبوا في ناس بكرهوا فبعد ما تركنا الدجاج والخضره هيك طبخوا على جنب بدنا نطبق ايش سلطه الفروت طيب طبعا العنب ما زبط مع فانيتا صراحه بدك هذا؟ صح صحن العنب ما زبط خليني اكمل لهم بس شو قصه صحن العنب تفضل. ما زبط كنت حاطه عشان الهيها عن الاشياء اللي تحت بس طلعت ما بتحب العنب فضلتها مستمرة كان عندي مانجا أكثر كان عندي دراء كان أكثر. في صحن مانجا كان في كان سألتني قالت لي في نجاص لما شافت إنه في نجاص هناك لا هي بس إنها استغربت لا ما شافت وهي بتعرف إنه مخبي على جانب إنه فيش غير هالحبة يعني بالضبط وحطت النجاص بالأخير طيب شيف خميس بدك هذا الصحن أرجوكي تفضل حط البقدونس هون على جنب بلاش حدا يفكر لنا بدنا نحط بقدونس بسلطه طيب الفواكه طيب بدي اقول لكم شغله كثير كثير مهمه دائما لما بنشتغل بسلطه الفواكه عشان نحافظ على لون الفواكه ما يصير لونها عندي اسود لازم نعطيها عصره ليمون أوكي. حتى لما بيكون في عزيمه او انه شيء وحاطين احنا فروت سلط بنستخدم عصير البردقان صح عصير البردقان فيه حمضيات اكثر وكمان بحب كثير انه اعصر لنا عصره ليمون عشان نقوي نسبه الحموضه اللي موجوده علما انه البردقان من الفواكه الحامضه فدائما استخدموا الفواكه الحامضه العصير عشان تحافظوا على اللون انا حطيت هلا التفاح الاخضر والاحمر وبدي اضيف لهم كمان الانجاص اوكي بعدين بدنا نحط الرمان اوكي بهذا الشكل انا بديش اعبي قبل مش مشكله انت شو بتكرهي عشان اكثر هون لا لا انا كله تمام كله انا بحب تمام. الفواكه أوكي. كل شيء عم تحطه بالصحن طيب بحط النكترين بعدين هدول اللي دخلي لك اياهم كمان هذول شكرا لك ذوق بعدين المانجا اوكي مانجا كلها مقطعه زي ما انتم شايفين هيك عشان بس وقتنا بعدين بدنا نضيف الفراوله بهذا الشكل هلا حط لنا كم من حبه عنب على الوجه خلص لانه مش ضايل مجال بدي احركهم صراحه مع بعض هذا وليد عم بيقول لي كلي عنك وعن دانا ولا يهمك يا وليد بعدين على قولة وليد في حدا بحط صحن فواكه وخضار قدام بني ادم فيجيتيريان هذا امبارح حكي كان ولا هذيك اليوم الاحد بالضبط محمد شريدي تحياتنا لك يا محمد كمان عم بتابعنا وعنا كمان بخور يا ناس على الخضره السوتيه ام جهاد تحياتنا لك المطبخ شوي. حلو بطشطشته حبيتك يا ابو ام جهاد هذا مزبوط صح هذا الحكي الصح بالضبط وام عصام الرواشده تحياتنا لك كمان حبيبتنا بتقول لك اكلاتك بتشهي شيف شكرا معلش اسمحي لي اكيد تفضل تحياتنا لكم كل عادين عم بحضرونا وشيماء تحياتنا لك حبيبتنا بتقول انت شيف عالمي وعندك مصداقيه عاليه شكرا وبتعطي المعلومه صح يسلموا ايديك على الوصفات شكرا شكرا طيب انا هلا حطيت عصير البردقان تمام زي ما انتم شايفين بهذا الشكل بعدين راح نحط لنا كم من حبه عنب بس هيك عشان مش عشان فينيتا يعني بنقدر نقول عشان في ناس بيحبوه اوكي طب يعني هيك بيطلع لكل واحد صحن وحبه لا هيك بيطلع كثير شكرا اوكي بس انا ما كنت بدي اياهم يطلعوا هالقد ظاهرين ما بدي اياهم يكونوا ظاهرين هالقد ليه عاد حلو شكلهم أوكي. طيب مين عمر اكلتي قشطه قبل مع سلطه الفواكه طبعا شو رايك فيها كثير طيبه طبعا القشطه هون بلديه
مش أوكي. مش مصنعه يعني اوكي. ف بدي احط هلا هيك على يا عيني على الوجه. بعدين هاي وجبه شف. اسمعي اللي باكل هاي هلا خلص بشبع مبدئيا. وجبه دسمه يعني أوكي. وجبه دسمه وعن جد اسمعي انها ايش زكية. في ناس عم بطلبوا سوشي كمان يا شيف. مين عمل لهم سوشي هون على الهواء؟ شو رأيك؟ والله حاضرين. أنا جاهز. أنا جاهزة. أنا أحبه كتير. أنا كمان. طيب خلينا إيش نعمل؟ نسكب. نسكب. ونأخذ وصفة آخر إشي. أي صحن بدك؟ الخضرة هذا. بيس. هذا. أنا أوكي. طيب ليه ما نأخذ معناته المقادير قبل ما أنت تسكب الخضرة؟ يلا. القهوة المثلجة عنا اليوم 10 معالق كبيرة من قهوة مندوبي، وعنا كمان 5 معالق كبار سكر، لتر حليب سائل من الكرم، 3 أكواب ماء، وعنا ثلج حسب الرغبة. عشان أعرفكم إنه في عنا قهوة سريعة التحضير من دوبي، وفي كمان عنا الكاكاو من دوبي، والتنين طعمتهم كتير طيبة، واليوم أنت رح تستخدم قهوة سريعة التحضير. صحيح. أوكي شيف. طيب هلأ أنا بعد ما سكبت الخضرة زي ما أنتوا شايفين خضرة سوتيه، مستخدم حكت لكم الجزر والكوسة والبروكلي مع البندورة حلو. الكرزية. أنتوا بتقدروا تستخدموا الخضرة اللي أنتوا بدكم إياها، ولكن دائما بحب كتير أحكي لكم على طريقة السلق عشان تضلها معكم خضرة. زي ما بتشوفوها في المطاعم ما بتلاقوا الكوسة بتلاقوهاش لونها مايل على الصفار، والبروكلي صار لونه صفار. تفرجوا كيف الخضرة لونها أخضر، لأنه مباشرة بعد ما أسلق أي نوع خضرة بيكون عندي مي وتلج، ببردها وبعدين برجع بقلبها بالزبدة مع الملح والفلفل والبقدونس، فبيكون نطيف. عندي خضره سوتيه طعمها طيبه، قرشتها منيحه وامورها تمام. هلا بعد ما اخذنا وصفه الـ الـ القهوه شو اسمه القهوه المثلجه تمام اوكي، بدي اشيك على الدجاج اوكي عشان نشوف نسكب ولا نشتغل بالقهوه المباشره. يلا اوكي شيك على الدجاج. سناء تحياتنا لك يا سناء. ام اسماعيل تحياتنا لك، بتقول مبدع شيف كمان. شكرا. وعندنا ام رعد الرواش في عم تحيينا من المفرق، تحياتنا لك يا ام رعد. وتغريد كمان تحياتنا لك، بتسال لو ما كان في عصير ليمون بالنسبه للفواكه ايش ممكن عصير أطيف. البرتقال اي شيء حمضيات بيساعد على انه نحمي الفواكه انه ما يصير لونها اسود ويصير شكلها على السفره مش طيب، فعشان هيك دائما ما تتجنبوا الحمضيات اللي بتكون موجوده بسلطه الفواكه. ربا غاليه أنا بقول لك. ديما تحياتنا لك يا ديما كمان. أم إسماعيل قويدر تحياتنا لك، تحياتنا ولكل القاعدين عم بحضرونا كمان. وريهام كمان البواب تحياتنا لك حبيبتي القلب، بتقول بدها طريقة سمك فيليه بالكريمة أو بالطحينة إن شاء الله، معناته بعد الفاصل. أوكي بعد الفاصل، بس في حلقة خلص. موجودة كمان طاجن برضو. بصل بطحينة بتقدر تحضريها. أوكي معناته لفاصل صغير وراجعين معكم. علي يعني كيف كيف بدنا نفوت الحلقه هيك يعني بالضبط انت رح نكمل لك بعدين شو كان بنحكي بالفاصل انا وشيف خميس. طب شيف خميس وصلنا طيب لاخر وصفه معنا هلا، اعطيني اسكوب دجاج اوكي خلص بعدين بنسوي، لانه بدي اضمن انه خلصت الطبق الرئيسي. بس تفضل شيف خميس. تمام طبعا انا حطيت عندي هون صدر دجاج زي ما شوفوا لي الصوص، بس اذا علي بحب ياخذ الصوص شوف كيف تسبك منيح لانه الطحين وضعه تمام يعني زبط لي الموضوع، وهو هيك اصلا بنعمل بالضبط صراحه. اتسبك مروه مش ببلاش هذا اللي بتطلبوه انتوا تنين. مروه مش مروه ببلاش مروه انت جاي لنا اليوم ضيفه وصاحبه مكان مروه بعدين مروه بعد الحلقه مروه خلص حاضر يا الله علي ماشي علي ماشي. طب شوف خميس نعم
اوكي انتوا خليتوا فيها شيف خميس انتوا خليتوا فيها شيف خميس والله شيف خميس منيح والله احنا بنحبك شيف خميس الله يسعدك طيب تمام شيف طيب. خميس في عندك هيك الناس قاعدين عم ببعتوا كمان كيف بحبوا القهوه تبعتهم يعني مثلا وليد بحكي لك انه القهوه بدون كافيين عاده لما تكون بطعم البندق والميبل سيرب وحليب اللوز بتكون كتير طيبه هو هيك بحبها انت كيف تحب قهوتك شيف خميس انا مش شرب قهوه كثير انا بحب القهوه العربيه كثير صراحه طب خلينا نحكي اذا اجى عبالك جا عبالك هيك قهوه يعني جا عبالك قهوه سريعه التحضير انا بحب الهيزل نوت كثير الهيزل نوت يس اوكي بليز تحطيه عشان ما تطلكيش برا الكادر وسريع علي يدور عليكي بعدين شفتي كيف الشكل بجنن طيب هلا بدنا نبدا بالقهوه المثلجه تمام عندي هون القهوه سريعه التحضير بدي احطها اوكي بعدين بدنا نحط السكر المي لازم تكون فاتره يا جماعه عشان يعني مش دافي كتير عشان التلج بس تمام. عشان تقدروا يعني بتقدر تذوبوا القهوه بسرعه اوكي حطينا المي بدي احركهم حتى يصير في عندي رغوه واذا في عندكم ماكينه بيكون افضل نسبه القهوه هون بتلعب دور كتير كبير حتى انكم تشعروا فيها للناس صح. اللي بيحبوا القهوه وتركيز القهوه بجوا ايس كوفي او اي نوع قهوه انتم بتحبوا تعملوه طب شيف خميس انا بس بدي احكي لك قولي بدي احكي هيك شغله بما انه انا كمان كنت امبارح عم بحضر معاكم كمان الحلقه وسمعت كمان اتصال احمد كان لما حكى انه عنده صديق عنده مشاكل بالقلب صحيح وبيحضروا مرات لمستني لما يحضروا كمان بيحسوا انه بتضايقوا فهيك خطر على بالي انه ممكن اضيف شويه اضافات على اللي انت عم تعمله تفضل انه احنا اليوم ممكن عم نستعمل كمان قهوه فيها كافيين بس في القهوه منزوعه الكافيين ما بتكون تماما منزوعه لكن بنفس الوقت انه الكافيين فيها كثير اقل للناس اللي عندهم مشاكل بالضغط الناس اللي عندهم مشاكل بالقلب الناس اللي عندهم مشاكل سكري الناس اللي عندهم مشاكل بالكلى كل هاي الامور اكيد ما بقدروا يشربوا قهوه بكميات كبيره او حتى ممنوعين منها بشكل كبير صحيح. ولكن انه لما يشربوا قليله الكافيين كميه قليله يحطوا منها قهوه لما يقولوا لك بنحط شوت اسبريسو ولا تو شوت لا انت حط قليل ما تكتر تقدروا تحطوا معها كمان بديل السكر اللي عم بيستخدموه كمان اللي عندهم مشاكل بصحتهم واللي عندهم مشاكل بالسكري وبنقدر نستخدم كمان بدل الحليب كامل الدسم بنقدر نستخدم كمان للناس اللي عندهم مشاكل حليب يعني بلانت بيس صحيح يكون اللي هو في بدائل كثير من الـ يعني من النباتات صح في كثير بدائل وعلى فكره الحلقات احنا كنا مرتبين انه يحكي شيء بخص ايش كنا نحكي عن الفيجن صح؟ صح كنت انت بدك تعمل وصفه انا بس خلينا دائما عن جد نحكي نصير نرتب اكثر لانه بطلع معك اكثر من تماره يعني بطلع مع تماره حلقه او حلقتين بالشهر بس انه يحكي بالعاده بدنا نكون مع بعض اكثر خلينا نرتب نصير نعمل هيك حلقات خاصه عن لانه الموضوع الامبارح لفت نظرنا انه انا بدي اشكره لاحمد كثير لانه امرات يعني بكون واحد من الضغط اللي موجود عليه ما بيكون كثير عم بحاول يعني يلبي طلبات الناس فانا بدي اشكرك عن جد احمد واشكر بنت انا ذكرت وفتحت الموضوع كمان مره وان شاء الله انا بوعدكم الايام الجايه يكون في اشياء هيك وبس ان شاء الله شيف طيب زي ما انتم شايفين انا هلا حركت القهوه مع السكر والمي الفاتره كثير منيح حتى صار عندي هذا القوام زي ما انتم شايفين اللي راح نسويه كالتالي عندي هون الكاسات بدي احط فيهم التلج اول بعدين اضيف عليهم القهوه اللي انا عملتها اوكي البس قلفزة الله قلفزة دلعتها للقلفز بلاش اقول لك شيف خميس مش عارف يحكي قلفز لاقي حالي ترند سرت لا قلفز حط التلج اوكي اقدي على الموضوع خلص قلفز مش قلفزة نسمعتوه يعني كان تدليع بس عشان نوضح الامور عشان اللي بده يقص الفيديو سمعت علي اوكي اوكي خلاص مصر انا بدي تعمل الدجاج بالاير فراير مش قول لي بنقدر نعمل وصفه الدجاج على المقلاه الهوائيه قبل ما نحط عليها الصوص بصير يا خلاص هيك منيح خلاص اعمليها ولا يهمك انت بيطلع لك كل شيء اصلا خلاص صح تهاني حبيبتي شكرا كثير لك تسلمي لي يا رب يا حبيبتي القلب كثير بحبك انا يا الله علي هاي الأغنية بحس هيك بيكون في حد عم بركض على الشط هيك بتعرف هيك خلص مسك بتقول لك شيف علي. مبدع كالعادة شكرا تحياتنا لإلك يا مسك أنا كتير بحب هذا الاسم
وخولة عمارين حبيبتنا، تحياتنا لك يا خولة كمان، تسلمي لي يا خولة. طبعا تركيز القهوة اللي كنا نحكي عنه هلا بهاي الحركة، قد ايه انتم بتحبوا تكتروا القهوة او تخففوها هون بهذا الموضوع. اسهل من هيك وصفة مش رح تلاقوا عشان تعملوا ايس كوفي. حلو، اوكي. في قصة حب مع القهوة. هلا هلا يا علي، خلص بس نخلص الحلقة، روق علي شوي. طيب بدي اخلص الحلقه على خير واخلص وصفاتي. طيب خميس هلا بدنا نحط الحليب، واحنا مستخدمين حليب روابي. اسهل من هيك والله ما في. وزي ما حكيت فانيتا بموضوع تركيز القهوه اللي شفتوا انتم الخطوه، انا كنت احط مثلا 3 معالق ونص من القهوه المركزه اللي احنا خلطناها مع السكر. انتم بتقدروا تخففوا وتزيدوا بشكل انتو بدكم اياه. والله لوحه فنيه، انت شايف المنظر شيف؟ كثير حلوه عن جد، حلو. يسلموا ايديك. ثانك يو، شكرا كثير لك يا شيف. احنا بنقدر كمان نستبدل السكر بالميبل سيرب، السكر البني، بنقدر مثل ما قلنا بديل للسكر كمان البدائل الصناعيه للسكر. صح، كمان ممكن يستخدم العسل احيانا، وفي كمان كثير على فكره فليفرز بيكونوا بدون سكر. 100%. فانه في كثير طرق، وبتنعمل القهوه بالبيت وفيش اسهل منها يا جماعه، وما بتكلف شيء. لا انا مصر على الموضوع. طيب تفضل شوف خميس، ذكرنا بالوصفات تبعت اليوم. عملنا اليوم 3 وصفات، عملنا الدجاج البيكاتا مع الخضره السوتيه، السوتيه هو المقصود الملب بالزبده عشان ما نكون متفلسف بس. وعملنا الفروت سلط مع القشطه البلديه، وعملنا كمان القهوه البارده المثلجه زي ما سمتها دانا زوجش، اكيد مش مروه، مش عمايل مروه. اوكي دانا، فان شاء الله تكون الوصفات عجبتكم، وقدرنا نقدم لكم اليوم اشياء تحبوها وتعملوها وتجربوها. وان شاء الله نهايه اسبوع سعيده على الجميع، ونشوفكم ان شاء الله الحلقه الجايه خير. شكرا لك شيف خميس. شكرا. وشكرا لكل اللي تابعونا، بتمنى لكم نهايه اسبوع سعيده، وبنشوفكم احنا يوم السبت بحلقه جديده. باي باي.